مقصد فعل أو هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقصده القربة، لأن حكم المولد الندب، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه من المندوبات. فالإنسان عندما يفعله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاجتماع، بقراءة شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم اليوم والشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله على هذه النعمة، تقديم الطعام، بعض النشيد المشروع، ليس نشيد مثلا محرمة ولا يكون فيها موسيقى محرمة وإلى ما يتبع ذلك. الآن مقصد هذا الفعل المولد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإظهار فضائل هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وذكرهم بأيام الله. أيام الله منها ما كان سخطا أو خسفا أو عذابا على بعض الأمم، ومن أيام الله كان فرجا ونعمة على بعض الأمم أو الأفراد. عندما شاف الله أيوب، هذه نعمة من نعم الله. عندما أنجى الله إبراهيم من النار، هذه نعمة. عندما الله سبحانه وتعالى هدى قوم يونس، هذه من أيام الله، أن يؤمن القوم من أولهم لآخرهم، فآمنوا، قال تبارك وتعالى: وما استثنى وما خصص. وكذلك الأمر في هذه الأيام، الإنسان يتقرب إلى الله بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بحمد الله على بعثة، على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، على الاجتماع من أجل إظهار هذه النعمة على هذه الأمة، وإلى ما يتبع ذلك.